اجت ولادة الحسين سلام الله عليه، وكانت في اليوم الثالث من شهر شعبان. زين، بشر النبي صلى الله عليه وآله بولده، وأن الزهراء تمخضت عن طفل، فقال اجى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت، قال هاتوا لي ولدي، فحملته الزهراء صلوات الله عليها، وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فانحنى عليه رسول الله وقبله، قبل ذلك الجبين، وأودع تلك الروح، أودعها؟ أودعها روحه وعزمه وكينونته، وضمه إلى صدره، وقال حسين مني وأنا من حسين.